يا سادة هقول لكم 3 إجراءات عشان نقدر نخرج في هذا الفرح وهذه السعادة وهذه الزفة. أول حاجة، كل يوم اتعلم شيء جديد في مجال تخصصك. الحاجة التانية، خليك دايما معاك شيء تدون فيه. أنا من الناس اللي هوات إن أنا بدون كل حاجة بتعلمها في أي مكان، من ذلك مثلا إن أنا بدون الحاجات المكتوبة على ظهر العربيات لو كان فيها أي شيء من الحكم. وكان في كتاب زمان عمله أستاذ من علماء الاجتماع جمع فيها كل الأشياء المكتوبة دي وخرج بحاجة لطيفة جدا جدا في الدراسات دي، وتفضل حكمة مثلا إن ما زلت متذكرة كتبتها من مكتوبة على ظهر عربية بتقول لا تتعلق بالدايب ولا تعاتب العايب. فرقت كتير في حياتي. اكتب وتعلم من كل حتة في حياتك، اوعى تسيب العلم ده. الحاجة التالتة والمهمة، لازم نحترم المرجعية. المرجعية دول الذين ورثوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نحترمهم ونقدرهم، وهم لازم يحترموا علمهم، ولازم يظلوا يحافظوا على العلم ده ويحافظوا على الاعتدال ويقاوموا، لأن ده مش ميراثهم. محدش يسيب الجهل يتفشى، مش من حقك. انت وارث ميراث لازم تورثه لمن بعدك، ولازم نتعلم العلم ونتعلم ليه الأدب. ومن أهم الأداب أن تعرف أن العلم مش علمك، فلا تتعالى ولا تتكبر على الناس. لازم نحترم طلبة العلم، نحترم أولادنا اللي بيتعلموا، ونعتبر احترام الأولاد اللي بيتعلموا من احترام العلم، ونعتبر احترام العلماء من احترام الناس. لازم نعلم ده، ولازم يبقى عندنا إجراء، لازم نجعل العلماء هم صفوة المجتمع. ساعة ما هنعمل كده مجتمعنا هيبقى أرقى ما يكون وأفضل ما يكون، وساعتها هنكون في أحسن حال. يا رب اجعلنا ممن يقدرون ويحترمون العلم على الدوام، واجعل العلم عندنا في أعلى المنازل، حتى نكون نحن أيضا في أعلى المقامات، ونكون ممن رفعهم الله سبحانه وتعالى درجات بفضل تشريفنا للعلم يا رب العالمين.